هذا يوم تاريخي بالنسبة لحزب التجمع الوطني الأحرار، لأن بعد النتائج السيد صلاح الدين مزوار اللي قدم يعني عمل جبار في الولاية ديالو، ولكن الارتعاء باش يقدم الاستقالة ودوز المشعل للرئيس الجديد اللي هو سي عزيز أخنوش. وسي عزيز أخنوش سمعتوا الكلمة ديالو، يعني جاء عن قناعة ورجل أعمال ناجح، ابن مقاوم، ونجح كذلك في العمل ديالو في جميع المناصب اللي عنده، وعنده الرغبة باش إن شاء الله يجيب الإصلاح لهذا الحزب والمجال السياسي في المغرب بصفة عامة. وكما سمعتوا يعني الكلمة ديالو، يعني غادي تكون حكامة جيدة، عمل جيد باش نتقربوا أكثر من المواطنين والحاجيات ديالو والإصلاح ديال المواطن مع العمل السياسي. والحضور كان حضور كثيف، وشفتوا النتائج ديال يعني الانتخاب ديال السيد عزيز أخنوش، فاز بحصة مهمة جدا. هادشي يعني جميع المؤتمرين دايرين فيه الثقة، كنتمناو النجاح، كنتمناو له النجاح والنجاح للحزب. وشكرا. نحن اليوم جينا من جهة سوس مسا كأعضاء مجلس الوطني، وغادي نشاركوا في هذا المؤتمر ديال الاستثنائي لانتخاب رئيس جديد. العدد اللي مشارك عندنا حوالي 482 منخرط. كما شفتوا في النهايه ديال المؤتمر الاستثنائي هو بمثابه عرس تجمعي، امل كبيره، امل معلقه على القياده الجديده. كنشوفوا جميع الجهات، جميع الاقاليم كيفاش الطموح ديالهم والامل ديالهم في سي أخنوش. احنا متفائلين في اقليم تيزنجو في جهه سوس مسا، ان شاء الله نتمنوا ان هذه الفتره الجديده تكون بمثابه انطلاقه جديده ومتجدده لحزب التجمع الوطني الاحرار في سوس مسا وفي اقليم تيزنيت. جينا لهذا المؤتمر اللي الحمد لله غيكون واحد الحفل مهم بالنسبه للحزب ولا الوطن، انه الحزب ان شاء الله غادي يزيدوا يتكون بالمناضلين. سي عزيز أخنوش، لانه سي عزيز أخنوش واحد الانسان، سي عزيز واحد الانسان اللي هو الحمد لله فيه الثقه الكامله، كاع المجلس الوطني غادي يخدم معاه وغادي نخدموا معاه في مصلحه هذه البلاد ومصلحه الحزب ومصلحه الوطن ديالنا، باش ان شاء الله هذا المغرب نمشيو بعيد ونمشيو واحد الزهار ونمشيو واحد الطريق اللي هي هو الحمد لله اللي العالم كله كيتبعنا في هذا اسميتو ديالنا ديال المغرب ديال التقدم ديالنا اللي الحمد لله اللي غاديين بها. الحمد لله شفتوا الاقبال ديال التجمعيين من جميع ربوع المملكه اللي جاوا حضروا معنا في هذا المؤتمر الاستثنائي، اللي عرف نقطه فريده من عوامل استقاله صلاح الدين مزوار من رئاسه الحزب التجمع، وتعويضه بالسي عزيز أخنوش اللي كان عليه واحد التوافق بالاجماع، واخا كان منافس ديالو السيسي. الحمد لله هذه الديمقراطيه في البلاد. الحمد لله من جهه سوس مسا الصدر علي تمثلو جبنا تقريبا 347 صوت، والمنافس ديالو جاب صوت واحد، وصوت واحد ملغي ومعبر عنه. الحمد لله هذا الشيء تيدل على انه المؤتمرين والمناضلين والمناضلات والشباب ديال التجمع الوطني الاحرار تيساندوا السي عزيز أخنوش، والحمد لله حنا معاه اللي بغى المصلحه للمنطقه والبلاد اللي حتى الكلمه ديالو. الحمد لله كاينين عده اورش اللي غيقوم بها في المستقبل العاجل، وحنا معاه وحنا مع الاستمراريه. جينا من الجهه ديال سوس مسا باش نمثلوا الجهه ديالنا اليوم في هذا المؤتمر الاستثنائي اللي كيعقدوا الحزب في الاطار ديال اللقاءات التشاوريه اللي كاينه عنده، اللي هي في اطار ديال المسلسل ديال الديمقراطيه اللي كيعرفها الحزب ديالنا منذ النشوء ديالو هذه 30 سنه. اذا حنا جينا هنايا وبقوه، الجهه ديال سوس مسا حاضره اليوم وبقوه، وهذا شرف لينا، وحنا مستعدين ان شاء الله لاي حاجه ايجابيه اللي فيها المصلحه ديال البلاد. كما كتلاحظوا بان الحضور كاين بزاف بكثافه في جميع الاقاليم وبالخصوص جهه سوس مسا، وبالاخص اقليم شتوكا عتبها اللي جاوا الناس، يعني كنشوف ان الناس كثار بزاف اللي حضروا في هذا المؤتمر هذا،
الجميع اللقاءات وهذا اللي كنشوفوا في الناس هذا كيعني عندهم واحد الامل كبير باش يحضروا ويعزوا هذا الحضور ديالهم في هذا اللقاء هذا. ونتمنوا ان شاء الله باش الرئاسه اللي كنتمنوها بطبيعه الحال تكون ديال السي عزيز خنوش تعطي واحد النفس جديد لهذا الحزب هذا وتعطي، لان الحزب في حد ذاته هو حزب قوي ولكن مازال ينقصه بعد الهيكله وكذلك واحد النفس جديد باش ان شاء الله يعني في المستقبل غادي يصبح واحد الحزب اللي هو قوي يمكن يعني ينافس الاحزاب الاخرى. تبارك الله تعمر غيد الوقت افاد نشارك غماس المؤتمر غصدي غير ربي ديك السيوم باش اللي صوتنا عزيز خنوش اللي نصفرح به راه اللي رايق اسمغور ولا ود الرئيس الحزب افاد نصدر باش انيني رايف ريف يدم الجديد الحزب يف ولا الاستراتيجيه مقر لي يصدر الحزب بس زيزيكي قدام يف ولا حقانيه تغرس صغير ربي ديكسيسهم اللي نتمنى باش الحزب الدرسي لينا يتسن ولا الافكار الجديد يسوين من الجديد باش الحزب يفتو سكر، لان نظرة الحزب ربما تيقولوا ان سيفتا شويه تيغردين غانا فرا الحزب باش هي اللي غماسين تيكين سكا اللي سي خصها كيسيلي افاد غاكود انا هي اللي قلع على مستوى جميع الهياكل الحزب سلوان داك المؤتمرات الجهويه اللي سنتمنى باش هي اللي يعني شونجمون غماسين القيادات كل شيء ولا يلي يعني وسمقل افاد انني الحزب يزدارف لان الحزب ريقا يعني الحزب لي يقال وين غصا ولا صباح الحزب يطفي وتدنس يطف العروق نص كي جات تسكا غمس انت تقلديت المغرب لكني كمؤتمرين اللي دوش كان جهات سوس مسا بالضبط اقليم الشبايه تبع لكني مشكات بعدا سيت ليدي سيت الفكره باش نجدد الهياكل نجدد الكفاءات للمالين نويل بعدا اصلا الشباب نتمنى تكين المؤتمر يفوق سيت الخلاصه ديال كانت توصيات لانه باش تجديد الكفاءات هذه الشابه هذه كانت اهم شيء هو المواطن، الاعتناء بالمواطن، الاستماع للمواطن، التوجه للمواطن. النقطه الثانيه هو الانفتاح ديال الحزب، هذا حزب المغاربه كلهم اللي بغى يجي مرحبا به، احنا مستعدين نتعاملوا ونعملوا يعني لي بون ديالنا مع الناس باش نسمعوا لهم ونشوفوا الامكانيات، لان البلاد خاصها رجالات، البلاد خاصها تزيد الامام، البلاد خاصها يعني تسريع ديال الوتيره ديال التنميه، والحمد لله غادي نساهموا في داك الشيء اللي قضينا فيه، غادي نساهموا في هذا الطرف ان شاء الله. ان رجل المرحله، وانا هذا هو وجهه النظر ديالي الشخصيه، هو السي عزيز اخنوش. واتمنى ان السي عزيز اخنوش يكون رئيس للحزب، واظن بانه من بعد ما غيكون الانتخاب ديالو ان شاء الله غندوزو النقطة الثالثة اللي هي أساسية وهي المشاورات السياسية في إطار الحكومة الجديدة. واش غنمشيو الأغلبية ولا غنمشيو المعارضة؟ ما عندنا حتى شي شرط، حنا الشرط هو كل علاقة كيف ما كانت خص يكون فيها الثقة، ما عندنا حتى شي شرط. هو أنه خص تكون الثقة، ولكن اللي هو مهم هو أن التجمع غيبان كحزب قوي عائلة واحدة في إطار انه المشاورات القادمه ما يمكن تكون بدون تجمع، لازم تجمع يتدخل بواحد الطريقه او اخرى.